اول حاجه عندي هي المعلومات على العقار. مثلا تقدر هنا تختار سكن ولا تجاري ولا مهني. السمسار تقام عليا ب1%، النوتير تقام عليا ب0.8%، بانه عندك واحد الربح شحال غادي يبقى لك في العام وشحال غادي تبقى لك في لا رونتابيليتي، وكيوريك شحال تقدر في شحال ديال الوقت اللي تقدر ترجع الفلوس. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم على قناه غيا كونسلت. هذا الفيديو موجه لك الا كنت مقبل على واحد الاستثمار عقاري كرائي، وكان الهدف ديالك انك تشري واحد العقار، شقه، مكتب او محل تجاري، والغرض وهو الكراء ديالو والحصول على مردوديه مربحه. وهاد المردوديه المربحه هي بيت القصيد، لحقاش هنا فين كيكونوا المشاكل اللي كيعانيوا منهم اكثر من 80%. تخيلوا معايا اكثر من 80% ديال المستثمرين العقاريين اليوم عندهم مشكل في هاد المردوديه المربحه، وانا غادي نقول لكم علاش. والملاحظ مؤخرا هو انه ولا واحد الاقبال كبير على هذا النوع ديال الاستثمار العقاري الكرائي، لانه استثمار زوين كيوفر واحد المردوديه قاره، واللي الناس كيعتمدوا عليها لحقاش ما فيهاش واحد الخبره كبيره وواحد الجهد كبير. خاصك غير تكري هذاك العقار، تكريه مزيان، ومن بعد كيقدر يوفر لك واحد المردوديه زوينه اللي تقدر تعاون بها على لو صالير ديالك، ولا تعاون بها مثلا في التقاعد. اللي لاحظنا هو انه كاين جوج انواع ديال المستثمرين. المستثمر الاول هو واحد المستثمر اللي كيخلص الفلوس ديالو كاش، كيخلصهم من جيبه باش يشري العقار. والنوع ديال المستثمرين الثانيين هو واحد المستثمرين اللي كيشريو العقار بمساعده البنكه، اما بطريقه جزئيه او كليه. النوع الاول ديال المستثمرين كيقول لك اودي انا مشيت للعقار، شفتو عجبني، سولت على الثمن ديالو، سولت بشحال يقدر يتكرى ليا، حسبت المردوديه لقيتها مزيانه واحد 6-7%، ولكن من بعد فاش كريتو كنتصادف بانه هذيك المردوديه ما بقاتش عندي، المردوديه هبطات، لحقاش خرجوا لي بزاف ديال الاصلاحات، خرج لي واحد لي شارج ديال السنديك خصني نديرهم، خرجوا لي واحد الضريبه ديال النظافه خصني نخلصها. نفس الشيء بالنسبه للمستثمر النوع الثاني، حتى هو قال لك اودي انا فاش كريت كنت حاسب انني غنخلص لا تريت وغادي يبقى لي واحد شويه، من بعد خرجوا لي بزاف ديال المصاريف اللي خلاو ان المردوديه تهبط بزاف. وبعد المرات كاين اللي ولا تخيلوا معايا كيزيد الفلوس من جيبه باش يبقى هذاك التوازن بين المداخل وبين المصاريف. فإذا لاحظتوا المشكل اللي كاين عند هاد جوج انواع ديال المستثمرين، وهو ان المردوديه هبطات لحقاش كانوا واحد المصاريف ما توقعوهاش من الاول، من بدايه الاستثمار. وهذا هو بيت القصيد. اليوم انا جيت لكم بالحل، غادي نعطيكم واحد النموذج مقاد مزيان وسهل في الاستعمال، باش انه الى لقيتوا واحد العقار عجبكم سولتوا على الكرا ديالو، غادي تحسبوا المردوديه ديك الساعه وتقدروا تاخذوا القرار ديالكم ديال الاستثمار العقاري في اقل وقت. هذا هو النموذج ديال حساب مردوديه استثمار عقاري كرائي، واحد النموذج بسيط وسهل، واللي غيمكن لكم انكم تحسبوا المردوديه بواحد الطريقه سهله وبالزربه. اول حاجه بغيت نشير لها هو انه نتوما المعلومات اللي غادي تدخلوا هما المعلومات اللي في الصفر، اللي في الصفر ومكتوبين بالاحمر هذوك تقدروا تدخلوهم، واللي فيهم الخضر تقدروا تدخلوهم ديريكت، باسكو هذوك اللي فيهم الخضر نورمالمون كيتحسبوا بوحدهم، ولكن الا ما كانش عندكم المعطيات باش تحسبوهم بوحدهم تدخلوهم ديريكت. انا غنوريكم كيفاش. اول حاجه عندي هي المعلومات على العقار. نفترضوا انني مشيت لقيت واحد العقار، مثلا واحد العقار مهني، مثلا تقدر هنا تختار سكني ولا تجاري ولا مهني، نختاروا مهني. واحد البيرو لقيتو قال لي مثلا السيد اللي بغى يبيع راه ساوي 17000 درهم و500 مثلا، فيه 60 متر، ها هو حسب لي الثمن ديال الشراء ديال العقار. هاد الثمن الشراء ديال العقار الا ما كانوش عندي هاد المعطيات الاولين نقدر ندخلو ديريكتومون هنايا بلا ما نحسبو اترافير هاد المعلومات هادو. من بعد كنسول على الكرا. الكرا كيف ما كتعرفوا في المهني وفي التجاري في المحلات كيهضروا بزاف بالمتر كاري، كيقول لك مثلا واحد 150 ولا 200 درهم للشهر للمتر كاري، او لا كاين اللي كيقول لك ديريكتومون راه الشهر راه غتعطيني مثلا 12000 12000 درهم ولا 15000 درهم ولا 20000 درهم. فهنا الا مثلا عطاوني 180 درهم للمتر فهو كيتحسب بوحدو، او لا نقدر نجي ندخل ديريكتومون شحال الايجار ديالو السنوي. فنعتبروا مثلا انه هادو هما المعطيات اللي عندي. من بعد كنشوفو تكاليف الشراء. تكاليف الشراء هو بشحال تيتقام عليا داك الشراء، النوتير، السمسار، لاجونس لا كونسيرفاسيون فونسيير، التسجيل الى اخره.
فهنا مثلا السمسار تقام عليا ب 1%، النوتير تقام عليا ب 0.8%، صافي. وهاد لي هاد الرسوم التسجيل ورسوم التحفيظ فهما ثابتين، وكاين عاوتاني حتى واحد الرسوم ديال التقييد ديال الرهن، غنشوفوا كيفاش غنحسبوهم من بعد. نتوما عليكم تدخلوا هاد المعطيات اللي بالصفر. من بعد غادي نشوفوا مدخلات التشغيل او لي دوني ديكسبلواتاسيون، مثلا الاصلاحات. الاصلاحات مثلا هنا كنحسبوا جينيرالمون، كنقولوا بانه راه في الشهر غادي نخسر عليه واحد درهم من المترو، ومثلا لي شارج دو كوبروبريتي شحال كنخلص في الشهر، واش 300 ولا 400 ولا 500. الضريبه على الخدمات الجماعيه معروفه، هنا ما عندكش تخفيض لحقاش تعتبر سكن ثانوي، ماشي تا سكن ثانوي، عندك واحد العقار اخر من غير السكن الرئيسي ديالك، دونك ما كيكونش عندك واحد التخفيض ديال 75% كتخلص الضريبه كامله. وعندك هنا لي غرو طرافو ولا واحد الاعمال ديال التجديد، اللي مثلا كنقولوا بان هذاك العقار ديالك كل 5 سنين ولا 6 سنين غتخسر عليه واحد القدر ديال 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 المال، اللي تعتبره واحد 0.5 حتى الـ حتى الـ حتى الـ 1% من الثمن ديال الشراء، وكل وكتحسبها كل 5 سنين مثلا. وهنا عندنا المراجعه ديال الايجار، وهي لا ريفيزيون دو لوايي، شحال كيتزاد عندي للوايي الكرا مثلا كل 3 سنين راه كيتزاد عندي بطريقه اللي كاينه في القانون. مثلا المهني والسكني راه 8%، هي كتبقى هنا 8%، والتجاري راه 10%، وكل 3 سنين كتزاد. رجعوا للمهني مثلا اللي كنا شفنا في الاول. من بعد هنا عندك المعلومات اللي متعلقه بشحال غتحط ديال الفلوس من جيبك وشحال غتعاونك البنكه. فمثلا هاد الثمن هو هذا ديال شراء العقار، فمثلا كنقول مثلا انا غنحط فيه مثلا 60%، هي غنحط فيه واحد 63 مليون و42 مليون من عند البنكه. وهنا كنجي كندخل شحال لو طول اللي كاينه في البنكه، غنقلب سوغ انترنيت راه غادي نعرف، ولا غنعيط للبنك راه يقول لي شحال كاين، وغنشوف المده اللي بغيت ندير. وهادشي راه كيتحسب اوتوماتيكمون، هادشي اللي هنايا انت كتدخل عي لو طول ديال الكريدي، معدل الفائده البنكيه، وكتدخل المده، وكيحسب لك هو القسط الشهري، وكيحسب لك القسط السنوي، وكيعطيك حتى شحال من شهر غادي تخلص. فهادو اللي عليكم نتوما تدخلوا كيف ما قلت لكم، هو هادشي اللي بالصفر، ومن بعد هو راه كيحسب هذاك الشيء كامل. فانتوما اللي خاصكم تدخلوه هو هادشي الصفر. من بعد كيجي هو كيحسب هاد النموذج، كيحسب هاد الانفستيسمون بشحال غتشري العقار، السمسار، مثلا رسوم التحفيظ، رسوم التسجيل، رسوم التقييد ديال الرهن، هذا الرهن هذا اللي غادي تاخذو هنا بشحال غادي تقيدو باش يبان عندك في التيتر، ورسوم الموثق اللي حسبنا كنا درنا واحد 0.8%، مثلا هنا 8400 درهم، الا كنت درت هنا مثلا 1% راه غادي يخرج ليا واحد 10500 درهم. وهذا هو الثمن الاجمالي ديال الاستثمار اللي غادي تحطوا نتوما من جيبكم. غالبا هاد السمسار، النوتير، وداكشي نتوما راه كتحطوه من عندكم. وجينيرالمون لا بنك اللي كتدخل في لو كريدي راه هو هاد لو مونطون، هذا هو اللي كنا حسبناه الفوق اللي عقلتو هنا، وهو اللي كنا اعتبرناه هنايا باش حسبنا عليه لو كريدي ولا ديت. مزيان، دابا غادي نجيو غادي نشوفو كيفاش كيخدم هاد النموذج هذا. فاول حاجه هو عندنا السنوات، قلنا بانه مثلا هاد العقار غادي يبقى عندنا واحد 20 عام ياك، باش نقدروا نديروا التطور ديال المصاريف وديال المداخل ديالنا. اول حاجه غادي نجيو غادي نبغيو نحسبوا المداخل. فاش غادي نبغيو نحسبوا المداخل، شحال كندخلوا من هاد العقار ديال الكرا، فهاد المداخل مرتبط بصفه وطيده بشحال من شهر غادي نكري في العام. مثلا تخيلوا معايا شريتو هاد العام 4 شهور وانا كنقلب على الكاري وانا ندخلو، وهاد الكاري جلس عندي في هذاك العام 8 شهور، فهنا غادي ندخل 8، وهذا الشيء غادي يتحسب بوحدو. دونك هنا مثلا عندي 8 شهور 12 شهر، مثلا هنا خرج لي الكاري قلبت واحد الشهرين عاد دخلت واحد جديد 12 عاوتاني شهر، هنا بقى 12، هنا مثلا نقدر ندير مثلا 9 الى اخره. دونك غدير واحد لا بروجيكسيون ديال انت كيفاش كيبان لك ان هذاك لو بيان غادي تكري. من بعد هذه كتحسب بوحدها، هذه اون بورسونتاج نسبه مئويه، وهنا من بعد كنحسب شحال غادي يدخل ليا الكرا، وهذا الكرا هذا كناخذ بعين الاعتبار المراجعه ولا هذيك لا ريفيزيون 8%
الا كان سكني ومهني، و10% الا كان تجاري. وكنبقى غادي هو كل 3 سنين كيزيد، كل 3 سنين كيزيد صافي. وكنحسب اجمالي التحصيلات اللي عندي، هادشي اللي غادي ندخل، هذا هو البروت. باقي ما حيد دابا حتى حاجه. من بعد غادي نجيو وغنشوفوا كيفاش كنحسبوا التكاليف ديالنا اللي داخل فيهم حتى الاستثمار. فالاستثمار كنجيو كنحطوه، هذا ديما راني خرجته من جيبي. وهل الاستثمار الا لاحظتوا فهو واحد الاستثمار انا اللي حطيت الفلوس اللي حطيت من جيبي، ما دخلش فيهم، ما دخلش فيهم لو كريدي ديال البنك. فكنجي كنحسب الفلوس ديال الملكيه المشتركه شحال كنخلص في العام، الاصلاحات العاديه شحال كنخلص في العام. لكن لا فورمول هنايا باردون الا بغيتوا تشوفوا كيفاش كيتحسب. لي طرافو قلنا مثلا كل 5 سنين غادي نحسبوهم، ها هما هنايا. اي عندنا الضريبه ديال النظافه الخدمات الجماعيه، ها هي فيها واحد المونطون حتى هي كبيره، 10.5% من لي لوايي بروت. وكنحسبوا شحال كيدخل، شحال عندنا التوتال د انفستيسمون، وهادو هما المصاريف ديال العقار. كنحسبوا من بعد لو ريزولطا ولا الناتج قبل ما نخلص الديون وقبل ما نخلص الضرائب، وهذا الناتج هو المداخل ناقص المصاريف باينه. وغنحسبوا على كاع الاعوام. من بعد غادي نجيو غنحسبوا شحال غنخلصوا في الكريدي، في لا ديت. دونك الكريدي هو هذا، دونك غادي يبقى ليا واحد لو ريزولطا افون امبو، دونك حيدت لو كريدي. وغادي نجي غادي نحسب لي زامبو، لامبو سور لو ريفوني. لحقاش فاش كتكون كاري كتخلص واحد لامبو سور لو ريفوني. وهاد لامبو سور لو ريفوني القاعده اللي كاينه دابا هو انه كتحيد 40% من لوايي بروت عاد كتحسبو. دونك هادشي كلشي محسوب هنايا. من بعد فاش كتحيد من المداخل الخام لي ريفوني بروت في الاول ديال الكرا، كتحيد منهم المصاريف وكتحيد منهم الكريدي وكتحيد منهم الضريبه على الدخل اولا لي زامبو سور لو ريفوني، كيبقى لك التدفق النقدي اللي هو لو كاش فلو. هذا هو لو كاش فلو نت، هادشي اللي كيبقى لك اللي كتدخل انت في العام في جيبك. دونك هادشي كتسقطوا على جميع الاعوام اللي جايين باش تشوف كل عام شحال غيدخل لك. وهذه انا زدتها باش تشوف شحال ديال الوقت اللي تقدر تريكوبيري فيه الفلوس ديالك، وهذا حتى واحد العامل مهم باش تعرف الفلوس ديالك امتى غتدخلهم نت. داكشي اللي غيدخل لك لجيبك، سيتادير داكشي اللي غيدخل لك لجيبك شحال من عام باش ترجع هذاك الشيء اللي خرجتي من جيبك. دوك هذا هو التدفق النقدي تراكمي الكومول صافي. من بعد هذا سي اون بورسونتاج، لو كومول تراكمي اون بورسونتاج. وهذه هي لا رونتابيليتي نت، فهذه هي المردوديه نت اللي تيوفر لك هذا العقار بهذه المعطيات هذو اللي دخلنا. العام الاول 4.82%، 4.79 وغاديه. و كيفاش حسبت هذه؟ فهذه هو هذاك التدفق النقدي ديال كل عام مقسومه على داكشي اللي خرجت من جيبي. فهذه هي لا رونتابيليتي، كتحسب لا رونتابيليتي شحال كيدخل لك بارابور لداكشي اللي خرجتي انت من جيبك. فصافي هنا مزيان عندي اون رونتابيليتي زوينه، دونك هادشي متساوي مع راسو. كنشيط واحد كل عام كنشيط واحد 30000 درهم، 30000 درهم دونك غاديه مزيانه صافي. وكتبقى غادي حتى كتشوف هنا مثلا باش نشوفوا امتى كنرجعوا الفلوس ديالنا. مثلا هاد العام دخلت 5% 10% الى اخره، وانا غادي مثلا غنلقى انني كندخل فلوسي في هاد بين هاد العام وهاد العام اللي هما مثلا بين العام 13 والعام 14. وهذا الشيء اللي بغيت نجي ليه هنايا هو انه هنا في الاول كتلقى هنا السيلداد الاستثمار بين سنه 13 و 14 هي اللي حسبنا. وكتشوف كندير واحد لا مويان مثلا، ندير واحد الربح صافي في خمس سنين الاولى راه كيدخل لي 5.57%، الخمس سنين اللي موراهم 6.94، 9.21. هادو واحد المؤشرات اللي نقدر نشرحهم لكم من بعد لا فان ولو تيغي، مي جينيرالمون هادي خاصها تكون كبر من زيرو بوزيتيف، وهادي خاصها هي تكون كل ما كانت كبيره كل ما كيكون مزيان، اللي نقدر نشرحهم من بعد. هادو اذا كنتو انتريسي بهاد لي زانديكاتور راه نقدر نخليهم لكم، باش تشوفوا لي فيديو ديالهم. راه عندي دي فيديو ديال في يوتيوب تيشرحوا هادشي وصافي. دونك هذا هو لو فيشي سامبل رابيد اللي كيمكنك انك تشوف بانه
المسائل ديالك مقاده بانه عندك واحد الربح شحال غادي يبقى لك في العام وشحال غادي تبقى لك في لاغونتابيليتي، وكيوريك شحال تقدر في شحال ديال الوقت اللي تقدر ترجع الفلوس ديالك، هذوك الفلوس اللي خرجتي من جيبك في شحال ديال الوقت تقدر ترجع الفلوس ديالك. فاذا كنتو مهتمين بهاد لو فيشي وعجبكم تقدروا تصيفطوا لي الايميل ديالكم في لو كومونتير وانا غادي نصيفطوا لكم بكل سرور. الله يوفقكم، الله يسهل عليكم، وبون كوراج. يلا السلام عليكم.